في النص الأدب يعني شخصيتان، الحاكم بأمر الله والحسن بن الهيثم وما بينهما. إنما في هذا المسار يعني كان يهمني إعادة النظر في أشياء كثيرة تتعلق يعني ما نعرفه أو ما نظنه عن الحاكم بأمر الله، وهو يعني خرافات لا تستقيم مع الواقع التاريخي. الواقع التاريخي بيقول إنه هذا الإنسان الحاكم تولى حكم مصر وهو عنده 11 سنة و6 شهور، وظل يحكم حوالي 25 سنة. ترك مصر إمبراطورية بتمتد إلى اليمن وإلى حتى أن جنوب العراق كان بيذكر اسمه في الخطبة، والشام كله وتونس إذن، وكانت فترة حصار، هو محاصر بالقرامطة ومحاصر بالدولة العباسية السنية ومحاصر بالسنة حتى في المغرب والقبائل السنية في المغرب، ومع هذا استطاع بحكمة بالغة أنه يحافظ على هذا الكيان السياسي ويتركه إمبراطورية كاملة. ولكن الناس تظن أو تقول أو تبادر عندما تسمع اسم الحاكم بأمر الله بأنه منع الملوخية بدون أن يسألوا نفسهم ليه. هو شو كان الهدف؟ الهدف انه تشويه صورة الحاكم اذا كان طبعا من بعد. ما الهدف؟ كان ديني سياسي اجتماعي؟ لا الهدف سياسي بياخد شكل ديني. فصلاح الدين الايوبي والقاضي الافضل الكاتب بتاعه وكل من جاءوا بعده، لان الدولة المملوكية هي امتداد للدولة الايوبية وهي بتحكم باسم السنة، وبالتالي كان من مصلحتهم يعني تشويه هذا التاريخ، لحد ما جه المؤرخ المصري العظيم وهو أكثر مؤرخ عربي فيما أرى يعني احتراما، تقي الدين المقريزي، وكتب اتعاظ الحنفة بأخبار الأئمة الخلفاء، الأئمة الفاطميين الخلفاء في نسخ أخرى، وأنصف في رواياته هذا الكلام. إنما بعيدا عن هذا الجدل التاريخي، لم يسأل أحد مثلا أن الملوخية كانت وسيلة غيظ بين السنة والشيعة، ظنا من الناس في هذا الوقت أنه معاوية بن أبي سفيان كان بيحب الملوخية والسيدة عائشة كانت بتحب الجرجير، فهو منع الاثنين لأنه كانوا بينادوا عليهم حول أسواق القاهرة كنوع من الإغاظة يعني للشيعة، وفي نفس الوقت منع مجالس الدعوة الشيعية في الأزهر، والأزهر اللي هو يعني بينظر إليه الآن على أنه معقل السنة والمدافع عن السنة، هو أصلا منجز شيعي وظل حوالي قرنين أو أكثر من الزمان هو المسجد الجامع في المنطقة اللي بيمثل الشيعة، في حين كان مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط هو اللي بيمثل السنة. ولم طبعا الحاكم كان شديد، إنما عمرنا ما شفناه فتك بشاعر أو كاتب أو مفكر، أو هو كان بيفتك بسياسيين فاسدين، وكان بيغلظ العقوبات جدا علشان الحال لم يكن يحتمل. فالاحتكار مثلا قضى عليه تماما، لأن أي عملية احتكار لبضائع عقوبتها عنده القتل. طيب أستاذ يوسف، معروف أنه من يسمون بالموحدين الدروز طبعاً. أنه هو كان في أصل إطلاق هذه الدعوة، والله هي ما الحقيقة؟ هي أطلقت في السنوات الأخيرة من حياته، وأطلقت بشكل إشكالي، وحدثت تجاوزات كثيرة ما بين إسماعيل البغزي ثم حمزة علي سيدي حمزة يعني عند الموحدين، وتدخل الحاكم مرة بالقمع ومرة بالتفاهم. إنما في النهاية
المذهب مذهب الموحدين الآن بينه وبين زمن الحاكم حوالي 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة. فلا نظنن أن الحاكم هو اللي عمل هذا المذهب، لا، هو تطور. وليس الموحدين فقط، البهرة الإسماعيلية، هذه جماعات كثيرة جدا يعني ظهرت من هذا الوقت وفي هذا التوقيت. رسائل إخوان الصفا منجز فلسفي عظيم جدا. فإحنا بنتصيد المساوئ ونلصقها به علشان نبرئ الآخرين، وهذا مما لا أوافق عليه.